بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور أغزار عبد المنعم، رئيس جمعية أطباء القطاع العام بمدينة الناظور. إذا أردنا وإذا بغينا نديروا واحد الجرد ما حصل في الأيام الطبية الأولى لأطباء القطاع العام بمدينة الناظور، فنجد أن اليوم الأول تمت فيه الافتتاحية الشرفية بحضور السلطات وبحضور رؤساء المصالح بما فيهم رئيس المجلس البلدي، ومراها كان النشاط ديالنا العلمي بثلاث مواضيع اللي كتهم بالخصوص علم الطب، علم الشيخوخة الجيرونتولوجي. وكانوا كنا البارح درنا ثلاثة ديال المواضيع. الموضوع الأول كان يهم بالأساس ما هو ديموغرافي، تحولات الديموغرافية التي عرفها المغرب وبالتالي التي تؤثر بطبيعة الحال على الشيخوخة. ثم الموضوع الثاني كان هو كومون بيان فيير، سيدير كيف نشيخ بطريقة جيدة. والموضوع الثالث كانت هي المميزات ديال الشيوخ، مميزات ديال الشيوخ، لي بارتيكولاريتي دو سوجي اجي. اليوم الثاني امتيازات ديالو هي انه في الصباح كانت هناك أنشطة متزامنة، كان هناك نشاط في غرفة التجارة والصناعة والخدمات، في نفس الوقت كان هناك نشاط في دار التكافل. بالنسبة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات كانت هناك ثلاث ورشات تطبيقية علمية والتي تخص ثلاث مواضيع رئيسية وتهم بشدة الطبيب الطب العام. الموضوع الأول هو الإلكتروكارديوغرام، يعني التخطيط ديال القلب. الموضوع الثاني هو مرض السكري كولو ديابيت. والموضوع الثالث كانت هي لانيميغاسيون فورمي سونغين ولانتيبريتاسيون ديال لانيميغاسيون فورمي سونغين، اللي هو واحد التحليله ديال الدم اللي كتبين فيها مختلف العينات ديال الخلايا ديال الدم، ما فيهم كريات حمراء كريات بيضاء وشكون ابيل لي بلاكيت. قلنا تزامن، في نفس الوقت كان هناك نشاط في دار التكافل. هذا النشاط هذا هو زيارة لدار التكافل، استفاد منه كل نزلاء دار التكافل باستشارة طبية متخصصة. يعني الأشخاص اللي كيتجاوز العمر ديالهم 60 عام تلقاو استشارة طبية متخصصة من طرف متخصصين في هذا الإطار، مع العلم أن المتخصصين في لاجيرياتري وفي لاجيرونتولوجي في المغرب قلال بزاف. رغم ذلك استفدنا من هذه الجمعية وقمنا من طبيعة الحال بإفادة هاد الناس هذو. بالنسبة للناس اللي ما كيتعداش العمر ديالهم أقل من 60 عام، قام باستشارتهم الطبية الأطباء طاقم طبي اللي هو إيسونسيلمون من مستشفى الحسني. من طبيعة الحال الأطباء ديالنا أكفاء ديال المستشفى الحسني، هما اللي قاموا بهذا الإطار هذا، بما فيهم طبيب الأمراض النفسية وطبيب الأمراض الباطنية. ومن طبيعة الحال احنا كأطباء ديال الإنعاش، أطباء عامين وديال المستعجلات إلى آخره. وصلنا للمساء ديال اليوم الثاني للأيام الطبية بيان سور لأطباء القطاع العام بمدينة الناظور. كانت هناك استرسال للمواضيع العلمية، ففي المساء كان عندنا خمسة ديال المواضيع. ثلاثة ديال المواضيع قام بتقديمها جمعية أمل، وجوج ديال المواضيع جوج ديال الأساتذة أكفاء ديالنا. الموضوع الأول كان هو الخصوصيات الغذائية للشخص المسن. الموضوع الثاني كان هو الوصفة الطبية للشخص المسن. الموضوع الثالث هي مرض الزهايمر. ثم الحصة الثالثة خليناها نظم أمراض السرطانية. المرض الأول هو مرض اللامبو، والمرض الثاني هو سرطان غدة القولون. وفي الختام طبيعة الحال رأينا أن تكون كلمة ختامية للرئيس ليشكر فيها كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذه الأيام الطبية، وأركز الأيام الطبية الأولى لجمعية أطباء القطاع العام بمدينة الناظور.